ليا دنيا طريقك صعب والوفاء ماله مكان، كل الحب طلع عكس والطمع والعنوان. ليا دنيا طريقك صعب والوفاء ماله مكان، كل الحب طلع عكس والطمع هو العنوان. الحب الصادق هو المكسب والباقي كله هوان، طريق الغدر منه مهارة والآخر انت الخسران. ليه يا دنيا ليه يا دنيا ليه يا دنيا طريقك صعب. أرجون، كم لغة بتعرف تحكي أنت؟ يعني بس هي اللغة؟ ولا في لغة تانية بتحكيها غير هاي؟ تعرفي شو؟ يلا قومي معي لشوف. طول بالك. هي أنت لا تتدخلي أبداً، بعدي عن طريقي. امشي. أرجون طول بالك عليها. أرجون استنى شوي. يلا. أرجون. بسرعة غيري تيابك. كتير شغلات رح تتغير يا أرجون، صدقني هي البداية وبس. انتو صار لكم فترة طويلة عم تزعجوني وتضايقوني، لهيك رح انتقم منكم على كل شي عملتوه معي. محاولتكم لتصلحوا طريقي يمكن تنجح، بس حبكم مستحيل ينجح. وهلأ روحوا من هون. برا برا. يلا بيني. بيني يلا بيني. هاي نتيجة الدلال الزايد. منيح إنه عمتي وتشيراق مانن بالبيت، لو عمتي شافتها بهالوضع أكيد كانت رح تنصدم. جيا، لهلأ ما استوعبتي؟ بيني عم تحاول تعمل مشاكل بس لحتى تفرق بيننا. شبك ليش ما عم تطلعي فيني؟ صدقيني عم تفرق بيناتنا. عملنا كل شي منقدر عليه من شانها، حتى أجلنا عرسنا، وهلأ هي عم تحاول تبعدنا عن بعض أكتر. انتي وعمتي حكيتوها بهدوء وأنا بهدلتها وعصبت عليها وما نفع معها شي مثل ما هي. خلص أنا استسلمت وما عاد أقدر أتعامل معها. جيا شبكي ساكتة وما عم تحكي شي؟ أرجون أنا ما كنت متوقعة أنك تستسلم بهالسهولة وتجي تبهدلني وتعصب علي هيك. ما عم أحكي لأنه أنت ما بدك تحكي معي، بس كمان لا تنسى أنت طول الوقت عم تحط الحق علي بتصرفات بني. أنت برأيك أنه هي عم تعمل هيك بس لأنه أنا عم دللها؟ تعرف شو أرجون؟ برأيي ما لازم نحكي مع بعض، هذا أحسن لإلنا. جيا 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 لحظة بس. مين هاد هلأ؟ لك أنا نسيت، اليوم عيد الحب. شو هالغلطة هي؟ لا وفوق زعلت جيا، عن جد أنا واحد ما بفهم أبداً. رح تشوفوا شو رح أعمل فيكن، ما رح تنسوا هذا اليوم بعمركن. ستي أعطيني واحدة كمان. لا حاجتك هيك بكفي. عمتي شبكي بنتي؟ ما بتتخيلي قديش برتاح لما بتناديلي بنتي. أنا آسفة عمتي، ما حقدر أحكي لك شو صار، آسفة كتير،
بس أنا هلأ جاي عبالي ضل معاناتك. جيا أكيد مزعوجة. معقول يكونوا رجعوا تخانقوا هي وأرجون؟ بتمنى ما تكون بيني عاملة شي معهم. طيب كلي حلو. ستي روحي ارتاحي شوي، انت اليوم مشيتي كتير واكيد تعبتي. يلا. انا بدي اعتذر منك جيا، خلينا نرجع نبلش من جديد ونرجع انا وياكي مثل الاول. بترجاكي اعطيني هاي الفرصه بس، واذا قبلتي تعطيني هاي الفرصه فبوقتها رح اقدم لك احلى مفاجاه بحياتك. صدقيني هاي المفاجاه حلوه كتير، انت بس اعطيني الفرصه. ما بدي مفاجاتك ارجون، لو سمحت اتركني بحالي. أرجون اتركني. أنا بقدر أتخانق معك وبقدر أتضايق منك، بس ما بقدر أعيش بدون ما أحكي معك. جيا ليش ساكتة؟ ممكن تقولي أي شيء؟ شو صار لك؟ عن جد سكوتك هاد عم يقتلني. أنا بعتذر منك، وإذا بدك بترجاكي أكثر. جيا أنا سامحتك. أكيد سامحتيني، معناته لازم أعطيكي هدية. بعد هالخناقة بدها هدية. هاي عمتي. 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 انتي منيحة؟ ستي. بشو حاسة؟ عم يوجعك شي؟ قليلي. ظهري. ما بعرف كيف وقعت على ظهري. عم بيوجعني. وقعت الختيارة، ما دخلني. حاجة تضحكي. انت منيحة؟ قومي. انتبهي عمتي، قومي شوي شوي. على مهلك. اعطيني ايدك. شيراق. نعم. على مهلك. خد ستك على غرفتك، رح جيب لها شوية مي سخنة. بيني متعودة على شغلات بشعة كتير، لازم نخليها تبعد عن هالشغلات بأي طريقة. ما في حل غير انه نطالع برات هذا البيت. رح تتخلص من هالشي لما ما يكون عندها قرنة تنام فيها. عمتي روحي على غرفتك. على مهلك. انتبه عليها. على مهلك. الخطة يلي عم اعملها تقريبا رح تنجح. كتير منيح. Thank you.
انتي ما بتستحي على حالك؟ أرجون، الوقت مو مناسب تحاكيها هلا، مو شايفة كيف؟ بيني يلا قومي. نظاراتي اعطيني اياهم. بعدين بعطيكي اياهم، قومي معي. امشي. كل ما بدي احكي مع بيني وبهدلها، بتجي جيها وبتسكتني وما بتخليني حاكيها، ليش عم تدافع عنها هيك؟ أنا متأكد إنه بيني ورا الشي اللي صار مع عمتي، وعملت هيك لحتى توقعها، شو هاليوم البشع هاد؟ إذا حاكيتها شي، أكيد جيها رح تسكتني. بس عمتي مو منيحة بسببها، لازم ساعد بيني لتغير الطريق اللي ماشي فيه. ما في داعي ضايق حالك كل هالقد أرجون، وإذا يعني ما احتفلت لهلأ لسه اليوم ما خلص، وفيك تحتفل إمتى ما بدك. وعلى كل حال يعني أنت لازم تجهز حفلة كتير حلوة لجيها. شيراق، أنا ما بعرف أعزف على الجيتار، وما رح أقدر أتعلم السالسا أو الفالسا أو الباتشاتا، بس أنا برقص مثل تشيتشي. مين هاد؟ لك تشيتشي جوفيندا. أنا برقص بالمهرجانات وكنت فوز بجوائز. أرجون، هذا مانو مهرجان، هذا عيد الحب، يعني لازم ترقص بلطافة وأناقة كمان. وبالمناسبة ما في رقصة اسمها الفالسا، في رقصة اسمها السالسا. مثل مو شايف بيني بتضل عم تزعجنا، فكيف بدي أتعلم الرقص؟ أنا تدربت ورقصت ساعتين وما مشي الحال، وجيا شافتني عم ارقص اول خطوه قام بلشت تضحك. شو المشكله بهالشي؟ اذا ضحكت فهي ما عاد متضايقه منك. ايه بس بتمنى جيا تحب حفله عيد الحب، وهيك بكون قدرت ارجع لها الضحكه على وشها. ارجون، المصاري اللي على اساس عمو تدينن من الاستاذ باتل كانوا فوق بغرفتي. لا تخافي، اكيد المصاري بالبيت رح نلاقيهم. لا، انا حطيت المصاري بالشنطه والشنطه ما انا موجوده فوق. انت عندك كتير شناتي، بركي حاططيهم بغير وحده. لا، انا حطيت المصاري بالشنطه السوداء والشنطه ما عم لاقيها. طيب ما ماشي، اهدي ولا تعصبي. السيد باتل حكاني وقال لي بده المصاري. اهدي جيا، ما في داعي للخوف، اكيد المصاري هون، ممكن انت بالعرس غيرتي مكانهم. تعالي خلينا ماشي. ندور. أرجون، هاي الشنطة اللي حاطة فيها المصاري. بيني شو عم يصير؟ انتو ضيعتوا مصرياتي وهلأ دوركن، وحقي أخدته. بيني شو اللي عملتي؟ شو مانك شايفة؟ أنا مصرياتي لهلأ ما عادت عرفت وينهم، لهيك أنا رح أعمل فيكي مثل ما عملتي فيني. بدك المصاري؟ خديهم. تعالي بيني. بيني يلا بدي خلاص. بيني بيني، انت شو عم تعملي؟ بيني شو عم تساوي انت؟ بيني خلاص عمل لك خلاص، انت شو عم تعملي؟ خلص جنان ورجعي لي المصاري. بيني 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 خلص وقفي. بيني شو عم تعملي؟ لك شو انت شنيتي؟ استني شوي. بيني انت مجنونه شي؟ شبك انتي حرقتي لي ايدي. هي جنيت على الاخر. بعدي أرجون.
وعم تدافعي عنا؟ أرجون بترجاك حكي يا بهدوء. بيني 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 شو صار لك؟ بيني شو صار لك؟ بيني ردي علي. بيني بيني شوفي شو صار لك؟ احكي. زم صار معه هيك للمخافة. بيني بيني احكي. بيني ردي. شيراك احكي مع الدكتور. يلا رح احملها. بيني. ما رح يصير لك اي شيء، رح تكوني بخير، لا تخافي. لا تخافي بيني، روحي. عجبك تمثيلي؟ أرجوني الدكتور جاي. ها؟ لك أنت جنيتي؟ خفنا عليك كتير، بيني ليش عم تعملي فينا هيك؟ ليكو، نظرة الخوف يلي عم شوفها بتفرحني وبتخليني أسعد بنت، عن جد أنا مبسوطة. لك أنتي بالعقل؟ تنبسطي لما تشوفينا خايفين؟ شو كنت عم بتقول؟ بيني ما رح يصير لك شي وأنا ما رح أسمح أنه يصير لك شي أبداً. وجيا، شو قلتي؟ بظن صار معها هيك لأنها خايفة، بس أنتو ما بتتخيلوا قديش كنت مبسوطة. أنا ما عم أتوجع، أنا عملت حالي عم بتوجع بس مشان ما تضربوني. لك انتي انت مجنون يا أرجون، كل شوي بتعصب وبتصرخ وبترفع ايدك. عن جد انت مو طبيعي، معقول عصبت مشان هالسبب هاد؟ ليك أنا متأكدة إنه عقلك صاير له شي. برأيي شوف دكتور. على كل حال أنت واحد ما بتفهم بنوب، حاول إنه تكبر مخك. رح أشرح لك، مثل ما بتعمل معي رح أعمل معك. أنا قصدي أقول إذا أنت حاولت تضربني فأنا وقتها رح أعمل مثلك ورح أحاول أضربك. لهيك نصيحة خليك بعيد عني، وإلا رح تندم على الساعة يلي عرفتني فيها. فهمت؟ بني أرجون، أرجون وقف. أرجون بترجاك اسمعني شوي، بترجاك اسمعني شوي أرجون. آسف جيا، ما في مجال نحكي هلأ ولا كلمة. أرجون يلا افتح الباب. جيا أنت على طول عم تدافعي عن بيني، بكل مرة بتوقفيني. أنت ليش ما عم تفهمي علي جيا؟ بيني عم تضل تعمل مشاكل بيناتنا وعم تحاول إنه تفرقنا، وحطت سم بالحلو، وكمان لما كانت عم تغسل السيارات شفتي كيف كانت، واصلا ما حدا بيعرف شو بدها تساوي لسه. انت كنتي دائما عم توقفي بوشي كل ما بدي ربيها، وهلا لما بدي ربيها وقفتيني كمان. انت بتعرفي انه بيني ما انا منيحه، عم تاذي حالها وتاذينا فوق هيك. شفتيها كيف حرقت المصاري؟ في بنت بعمرها بتعمل هيك؟ وفوق كل هذا الشيء انت لسه عم تدافعي عنا؟ فعلا ما عم افهم. عم تلعب بمشاعرنا وعم تنبسط وتتسلى فينا، اللي عم تعمله ما حدا بيتحمله نهائيا. عن جد فكرت انه اغمى عليها وانا مثل التافه ارتعبت كتير، وهي شو طلعت عم تمثل علينا. أرجون بترجاك، بترجاك اهدى. انا بعرف انه بتحبها لبني وبتخاف عليها كتير، وكمان بدك تربيها. انا هلا ما عم اقول انها غلطان معها، بس انا قصدي انه فيك تعمل هالشي بطريقه تانية أرجون. طيب طريقتك الصحيحه غيرت شي لهلا؟ لهذا السبب عم استعمل طريقتي. بتعرفي وقت بشوفها بهيك وضع عم تتصرف معنا بهالطريقه بحس حالي ندمان لاني جبتها على هذا البيت اصلا. أرجون انت لا جيا، ما في داعي نحكي هلا، لهيك تركيني لحالي شوي وروحي من هون. Thank you.
أرجون بترجاك اسمعني شوي، بترجاك أرجون افتح الباب. ما في داعي نحكي هلأ لهيك، تركيني لحالي شوي وروحي من هون. أنا بعرف أرجون إنه بدك هاي العيلة تكون أحسن عيلة وبدك تساعدني ببيني، بس أول شي لازم تعتبره جزء من هاي العيلة، مو مسؤولية عليك وحدك. أنا رح ساعد بني لتطلع من اللي هي فيه. ما عم أفهم أنتو بهالفترة شو صاير لكم؟ أرجون بيضل مزعوج وأنتي كمان بتضلي مزعوجة؟ لك شو بكون اليوم عيد الحب يا جماعة؟ لازم تكوني مروقة وعم تحتفلي مع أرجون بهالمناسبة. أنا بظن أنه أنتو الاثنين بحاجة لحفلة. أنا وأرجون متخانقين برأيي خرج أنه نعمل حفلة؟ أنا كتير متضايقة مشان بيني ومتأكدة أنه أرجون مو جاي عباله نعمل شي. أنا بتمنى أنه تعجبها لجيه حفلة عيد الحب، وهيك بقدر رجع لها الضحكة على وشها. أرجون متضايق كتير هلأ وما رح يقبل بالحفلة، رح حاول إقناع جيه بهذا الشيء. شبك بشو عم بتفكر؟ مو مهم، بصراحة كنت عم فكر لكي أرجون كتير متضايق، آخر مرة هو يلي عمل لك مفاجأة، بس هلأ صار دورك أنت جيه، مصبوط عم أحكي؟ رح أعمل له مفاجأة لأرجون. عيد حب سعيد أرجون. ليش كتير عتمي هون؟ جيا عمتي؟ بني تشيراغ وينكم؟ في شي صاير؟ جيا؟ عجبتك المفاجأة؟ تفاجأ كتير حلو عن جد، أنا ما عم صدق. وبتعرف يا أرجون جي عملت كل هالشي من شانك. شو حلوين. ما كان معنا كتير وقت بس قدرنا نعمل هاي الحفلة، بس أنا ما بعرف لشو كل هاد. ستي اليوم عيد الحب؟ معناتها نحن اليوم لازم نلعب شي لعبة، ما هيك يا شباب؟ ليش لا؟ يلا يلا يا جماعة كلياتكم انبسطوا. يلا ست يلا تفضل تفضل. حلو الجو كتير. ايه حفلة حلوة كتير. حلوة حلوة كتير طالعة عن جد. بتجمع عملت له مفاجأة بتطير العالم. أنا آسف، ما بعرف ليش كنا عم نتخانق كتير آخر فترة. بعرف إنه اليوم عيد الحب الأول لقلنا مع بعض، بس أنا يا جيا ما بدي نحتفل بس اليوم. أنا كل الأسبوع بدي احتفل وأقضي معك، بس أنا بصراحة مو وقت هالحكي هاد. هلأ وقت نحكي عن حبنا. أنا هلأ ما بدي شي غير إنه احتفل معك بهذا اليوم.
كل عيد حب ونحن سوا. كل عيد حب ونحن سوا يا حبيبتي الحلوة انتي. بدي اقول لك انت كنت دايما تعمل لي مفاجآت، بس فكرت اعمل لك مفاجأة بهذا اليوم. وفي شيء تاني. عم تمزحي؟ في مفاجأة تاني؟ استنى وشوف وبتعرف شو هي. انا شوي وبرجع. وين رايحة؟ شو يا اخي ارجون؟ قلي لشوف عجبتك المفاجأة يلي عملنا لك ياها؟ بتعرف شو يا تشيراغ؟ عن جد انا مصدوم من المفاجأة هي. طبعا لازم تنصدم، اصلا جي عملت كل هذا من شانك، بس لازم انت تكون مخطط لشي. اكيد، تعال شوفها. اللي حلو؟ شو حلو؟ ما كنت بعرف انك كتير رومانسي. انا متاكد انه جيا رح يطير عقلها. ايه شيراغ، وانا هيك عم اقول كمان. طيب روح وغير ثيابك مشان نبلش بالحفل. رح اطلع شخصيه وانيق، رح تشوف. بتمنى الحفله تعجب ارجون. بدي مي، بدي مي مي. بيني بيني بيني، شو صاير لك؟ شو عم بيصير معك؟ انتي سخنانة كتير يا بيني. بدي مي. دقيقة، حأعطيكي دواء منيح. جي روحي من هون. أنا ما بدي دواء، أعطيني مي وروحي. ليكي حاجة جادلي وخدي الدواء. يلا خدي، يلا خدي. أرجون لازم خبره إنك سخنانة. لا، بترجاكي لا تخبري أرجون. هلا بيقول اني عم مثل عليكم، مخلص لا تخبري. الو جيا، يلا تعالي بسرعه، ما عم صدق احط عيني بعينك وشوفك قدامي. يلا رح اجي فورا. بيني انا نازله لتحت، اتصلي فيني اذا لزمك شي. اتفقنا؟ ايه. شو نسيتها؟ انت شو عم تعمل هون؟ يلا روح ضيف الضيوف ووزع عليهم الاكل. حاضر. وليك لا تخلي حدا يشتكي منك. ولا يهم. عيد حب سعيد ستي. شكرا حبيبي. اللي لشوف يا ابني، معقول انت ما عندك رفيقه؟ يعني اذا كان عندك روح عازمها واحتفل انت وياها مع بعضكم. ما عندي يا ستي، بس ما في مشكله، انت اليوم رح تكوني رفيقتي ورح نحتفل مع بعض. بتعرف شغله، منيح انه عملنا هالحفله، صار الجو احلى بكتير. الشيء اللي بتمناه انه ارجون وجيا يضلوا مع بعض كل العمر. معك حق. يلا نرجع. يلا. الشي اللي رح أعمله هلأ أنه ما رح مرق هالليلة على خير، ورح خلي الكل ما ينسوا هذا اليوم بكل حياتهم، ورح خلي عائلة جيندال وأحفادهم يندموا.
مرحبا. مرحبا، كيفك؟ قديش بدي ضل عم استناكي يا جيا؟ اهلا وسهلا، طالع مثل الامير يا ابني. شكرا عمتي. شفتك هاي خلتني ابكي. ارجون كتير حلو. ما قلت لك هالشي؟ هلأ صدقتني؟ شبكون هيك واقفين؟ ليش ما حدا عم يضيفكن شي؟ عصير يا شب، تعا ضيف الضيوف. حاضر استاذ عم جيب. لا توقفوا هيك، يلا انبسطوا، فيكن تاخدوا راحتكن. يعني كيف بدنا ننبسط ونرقص إذا ما في موسيقى؟ معك حق يا تشيراك، بدي بلش الحفلة بس تجي جيا لهون. شو وين جيا؟ ها طلع أرجون، ليكا ليكا إجت. شايفة كيف بتجنن؟ طالعة كتير حلوة. أهلا جيا. شو صار؟ مو رحتي تجيبي لي مفاجأتي؟ لك أنا كيف نسيت المفاجأة بغرفة بني؟ إذا رحت هلأ مشان جيبها أكيد أرجون بده يلحقني. صبر شوي أرجون، هلأ رح تاخدها. جيا ما بعرف شو صار. تفضلي. شكرا. أهلا. شو صار؟ شو صار؟ أنا جيا. شو هاد؟ ما بعرف شو صار. جيا صلك شي؟ بس أنا منيحة. يلا يا أرجون يلا تعالوا خلونا نرقص. يلا بلشت الحفلة يلا. أرجون بعدين منرقص، خليني أعطيك مفاجأتك بالأول. جيا شبا جيا يا أرجون. ولا شي، راحت تجيب لي المفاجأة. خلص أنت روح. طيب ماشي. بيني شو صاير لك؟ يلا قومي، يلا قومي. وصلتني الرسالة إنه رجعت لك النوبة، أنتي منيحة؟ إيه رجعت إجت، بس راحت. أنتي تأخرتي. ما فهمت. شو هاد اللي عملتي؟ أوف أنا رجعت لي النوبة، وأنتي تركتيها على الطاولة عندي. وأنا خلصتها. لا هيك صرت أحسن. كل عقلك خلصتي كل هاي؟ إيه ليش؟ ما كان لازم خلصها؟ بس هذا غلطك أنت تركتي هون. طيب اسمعي، خدي بسكي هذا جرس، تكبسي عليه إذا احتجتي لشي ماشي، إذا ما فيك شي لا تكبسي عليه ماشي. الحرارة عم تنزل كتير منيح، لا تنسي بتكبسي على الجرس إذا بدك شي. ايه عم جربه بس انا كتير منيحة. يا عيني عليك يا بيني. ايه حبيبتي مبسوطة؟ انا كتير مبسوطة. ليك رجعت؟ ليك رجعت؟ ليك رجعت؟ ليش؟ ايه معك حق. بصراحة المفاجأة رح شوفها بعدين مو مشكلة، خلينا نرقص جيا، الكل عم يستنى. خلينا ننسى كل شيء وبالذات كل مشاكلنا، بدي أعيش هاللحظات الحلوة معك. وأنا كمان. يلا بعد ما نشرب. هذا أول عيد حب لنا. هذا الحكي مزبوط، هذا أول عيد حب لنا.
ليك جي، يلا الشرف. أنا بدي خبرك شي كتير مهم. أنا حبيتك وانشديت مثل ما بتنشد الفراشة للزهر. لما بتحاكيني هيك كلام وقت بتعانقني هيك بحس حالي مبسوطة كتير بصراحة. جيا انتي بتجنني وبحس بالراحة لما شوفك. يا ترى بيني منيحة؟ بتمنى ما تكون ارتفعت حرارتها. طيب وإذا رجعت اجت النوبة كيف لازم أتصرف؟ لازم يكون في حدا معها. جيا؟ شو القصة؟ انت منيحة؟ ما بعرف ليش حاسك متوترة شوي. هلا ما فيني شي. طيب ليكي، انا كمان محضر لك مفاجأة حلوة. عنجد؟ شو هي؟ مو هلا، استني شوي، رح ورجيك اياها قبل نص الليل. أرجون هلا بجي. لك لوين؟ بس دقيقة. شو عم يصير؟ جيا؟ هذا الكيك بيحبه أرجون، أنا متأكدة إنه حيعجبه. ليك إجا الكيك. إيه؟ شكرا. تعال فضل. أنا آسف. شو اللي رعبك؟ أنت منيحة؟ أنا كتير آسفة بس عن جد ما بعرف كيف وقع. انسي موضوع الكيك هلأ بنتي. مو معقول، أول شي وقعت العصير وهلأ الكيك، ما بعرف شو عم بيصير معي. لا تاكلي هم، هلأ أنا بنظفه. بيني كبسة الجرس معناته في شي، لهيك أنا لازم روح شوفه. يا ابني جيا تعال أفهم لو سمحت. لوين رايحة؟ شوي وبرجع. بيني بيني شو صار لك وليش عم ترجفي هيك؟ قولي لي بدك شي. شلاتي ايه؟ جيبي في قلب الدواء. جيبي جيبي بترجعكي. طيب رح اعطيكي. لك وينه؟ لقيته. هاد هو. مي هيمو اشربي على مهلك. شو صرتي منيحة بني؟ جي يلا روح. لا ما حأتركك وروحي وانت بهالحال. انا عم بطلب منك تروحي والا ارجون رح يرجع يحط علي الحق. رح يقول اني خربت له الحفلة تبعه. خلص روحي. بني اسمعي شوي، انا رح ضل هون معك. عم قلك خلص روحي. ليكي بني تعالي معي قومي. بيني انتبهي خلي الجرس معي ولا تنسي تكبسي. وين جيا؟ رح روح وجيبها. أرجون لحظة استنى. لسه هلأ بلشت الحفلة. لا بس بدي جيب جيا وإجي. اطلع وراك ليك أجت. جيا؟ أرجون أنا بدي أحكي معك ضروري. شو في جيا؟ تعالوا انتوا الاثنين بعدين بتحكوا وخلونا نبلش اللعبة هلأ. سيك أرجون تفضل تفضل. لشو هاي؟ مسيك من شان شو هاي الورقة؟ ما بدها شي. الورقة اللي وزعتها وعطيتها للمعازيم لازم تضلوا فوق وترقصوا، بس الشخص اللي بيطلع من الورقة أكيد رح يخسر، والجولة رح تخلص بس يخسر شي حدا، وبعد الباقي بيطوا الورقة بالنص وبيكملوا، ماشي؟ خلونا نبلش هلأ، اتفقنا؟ أنتوا جاهزين؟
وقت جيا تجي على الغرفة رح تفتح الباب وهي المادة رح توقع عليها وتتأذى وممكن تموت. ليه يا دنيا طريقك صعب والوفاء ما له مكان، كل الحب طلع كذب والطمع هو العنوان. والطمع هو العنوان، الحب الصادق هو المكسب والباقي كله هوان. طريق الغدر منه مهارة، بالآخر انت الخسران. ليه يا دنيا، ليه يا دنيا، ليه يا دنيا طريق.